ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم ريهام السمان. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم محشي ورق العنب بكل تكاته وحركاته، وكمان لو اول مرة تعمليه تابعيني لاخر الفيديو وهعمله معاكم خطوة بخطوة، وهيطلع معاكي تحفة جدا ومن اول مرة. في حلة على النار، اول ما بتبدأ تغلي هحط معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة كمون، وشوية زيت، وهعصر نص ليمونة. وبعد كده هنزل بورق العنب بتاعي بعد ما اكون غسلته كويس قوي بالمية والخل علشان اتخلص من الشوائب والاتربة اللي فيه. هسيبه كده على النار، اول ما بيبدأ يغير لونه من تحت هقلبه على الناحية التانية على طول. وناخد بالنا ان ورق العنب ما بياخدش اي وقت خالص في السوى، خلي بالك علشان ما يتهريش منك. هو بياخد حوالي دقيقة او دقيقتين بالكتير، وبعد كده نطلعه على طول. كده استوى معايا ورق العنب، هطلعه وهنشوف هنعمل ايه. دلوقتي هنبدأ نشيل العيدان بتاعت ورق العنب. اول ما تدوسي عليها بصباعك هتتشال معاك بكل سهولة. هخلص الكمية كلها علشان تسهل معايا الحشو. كده الكمية كلها جاهزة معايا. في حلة على النار هنبدأ نعمل تسبيكة المحشي. هحط معلقة كبيرة سمنة وشوية زيت، هنزل ببصلتين كبار متقطعين مكعبات صغيرة، وهشوح كل الكلام ده مع بعض. وأول ما البصلة تبدأ تصفر معايا بالمنظر ده هحط عليها حوالي معلقة صغيرة ثوم مفروم، هيدي البصلة نكهة حلوة جدا. وهنزل بعصير الطماطم وهقلب، وهحط معلقة كبيرة من معجون الطماطم أو صلصة الطماطم، هقلب كويس. وهنزل بالبهارات، فلفل أسود، كمون، بابريكا، هقلب كويس قوي. وكمان هحط مكعب مرق، هيدي الصلصة بتاعتي طعم حلو قوي. بعد كده هنزل بالرز بتاعي بعد ما اغسله كويس قوي واصفيه من المية. واول تكة من تكات ورق العنب ان الرز ما يكونش فيه ولا نقطة مية علشان ما يعجنش معاكي. وبعد كده هحط الخضرة، شبت وبقدونس وكزبرة، هقلب كويس قوي مع بعض. وهنزل بمعلقة صغيرة نعناع ناشف، ودي تاني تكة من تكات ورق العنب. النعناع هيخلي طعم ورق العنب حلو جدا وهيديله نكهة مميزة. هنزل بشوية ملح، وكده يبقى الخلطة بتاعتي جاهزة. هبدأ أحشي ورق العنب. هفرد الورقة، الناحية الخشنة تبقى من جوه والناحية الناعمة تبقى من بره. هحط شوية رز صغيرين، ما تكتريش علشان ما يفكش منك. وهلفها وهاخد الجناب كده وادوس عليها وانا بلفها علشان الصباع يطلع صغير ومتماسك بالمنظر ده. وتالت تكة من تكات ورق العنب، كل ما كان الصباع صغير كل ما كان احلى واحلى. هخلص الكمية كلها وهنشوف هنعمل ايه تاني. معايا طبق مقطعه فيه ترنشات بصل، طماطم، فلفل، جزر. هجيب الحله اللي هرص فيها المحشي وهدهنها بشويه زيت صغيرين، وهحط عليها الخضار بعد ما بهره بالملح والفلفل. وبعد كده هرص عليها المحشي بالمنظر ده. بعد كده هجيب الشوربه بتاعتي، لازم تكون مغليه، ولو مفيش شوربه ممكن نحط مية مغلية وعليها مكعب مرق. وهحط معلقة كبيرة صلصة ورشة ملح، والبهارات بتاعتي كمون، فلفل اسود، بابريكا. وهقلب البهارات بتاعتي مع الشوربة كويس قوي. وبعد كده هنزل بالشوربة على المحشي بتاعي وهز الحلة كويس علشان اتأكد ان الشوربة كلها توزعت. ورابع تكة من تكات ورق العنب ان الشوربة ما تغطيش المحشي بتاعي. وبعد كده هرفع المحشي بتاعي على النار واغطيه بطبق قبل ما اغطيه بغطى الحلة،
ودي خامس تكة من تكات ورق العنب علشان يستوي معاك كويس وما يفكش منك. وأول ما بيبدأ يغلي كده هوطي عليه النار خالص واسيبه حوالي ساعة أو ساعة ونص لحد ما يستوي بالمنظر ده، وهسيبه يبرد. وهيبقى كده معايا، هقلبه معاكم دلوقتي وهنشوف شكله هيبقى عامل ازاي. وده المحشي بتاعي، تحفة جدا ومفيش ولا واحدة فكت مننا. لو عجبتكم الوصفة ياريت تعملوا لايك للفيديو، وكمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد انا بنزله عندي. واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.